بحيث انه عدد من المتعلمين اللي هما عندهم 12 وعندهم 13 في البكالوريا و14 في الوقت اللي كيتقدموا لي غروند زيكول يعني المباريات ديال المدارس العليا ربما كينجحوا واحد الجزء كبير منهم. وكانوا عندنا دي ستاتستيك، عندنا احصاءات على النسب ديال النجاح بالمقارنه مع واحد العدد ديال التلاميذ اللي هما عندهم 18 و19 في المعدل ما كانوش كينجحوا في المباريات. اذا هذا كيعكس هذاك التوارة تقييم، التوارة تقييم وتقييم حقيقي، لان الظروف التي تمر فيها المباريات ماشي هي الظروف اللي كتمر فيها البكالوريا. السؤال هنا الى اي حد يعكس المعدل محصل عليه في البكالوريا المستوى الحقيقي للمتعلمين من اجل اجتياز المباريات. هذا يعني بان مستوى التلامذه، مستوى التحصيل الدراسي بعد البكالوريا او مستوى شهاده البكالوريا لا يعكس المستوى الحقيقي للتلامذه في التعليم المدرسي. وهناك مساله اخرى تفسر هذا الاختلاف ما بين البكالوريا والمستوى الإشهاد إن شئت ومستوى الحقيقي للتلاميذ، وهو انتقال ما بين مستوى دراسي وآخر منذ التعليم الابتدائي. منذ التعليم الابتدائي ينتقل التلاميذ من مستوى إلى آخر دون أن يستوفوا كلهم الشروط المناسبة. متابعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والذي نناقش فيه موضوع التعليم إلى أين. هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة لقاءات تناقش مواضيع تتعلق بالمنظومة التربوية في المغرب، وننظمها بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط، والذي يحضرنا معه رئيسه السيد خالد الصمدي وزير سابق أستاذ التعليم العالي، وأيضا بشراكة مع جمعية أماكن لجودة التعليم والذي يحضر معها رئيسها الأستاذ عبد الناصر ناجي. إذن في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على موضوع يكتسي أهمية بالغة، وهو المتعلق بالامتحانات ومنظومة التقييم. سوف نناقش في هذا الموضوع ونحن على أبواب الامتحانات والتلاميذ والأسر والمنظومة التربوية ككل معبأة لامتحانات الجهوية وامتحانات الوطنية البكالوريا وأيضا امتحانات الإشهادية، لنطرح أسئلة حول تقييم منظومة الامتحانات، وهل يمكن فعلا أن تعكس هذه الامتحانات بالطريقة التي تتم مستوى التلاميذ. أستاذ عبد الناصر ناجي، هل فعلا المنظومة للامتحانات كما تجري اليوم فعلا تعكس مستوى ديال التلاميذ؟ وفي البداية ينبغي التذكير بوظيفة الامتحانات. امتحانات خاصة الامتحانات الإشهادية وظيفتها هي الاعتراف بمستوى المتعلمين والمتعلمات قياسا لمرجعية للتقييم. مرجعية التقييم في هذه الحالة تكون هي المناهج الدراسية. المناهج الدراسية طبعا تحدد مستويات التعلم، تحدد مستويات التحكم في الكفايات محددة في المنهاج الدراسي، ثم يأتي الامتحان لمعرفة مدى تحكم هؤلاء التلاميذ في هذه الكفايات ومستوى تحكمهم في هذه الكفايات. بالنسبة للمغرب هناك الامتحانات تضبطها أطر مرجعية، أطر مرجعية تحدد مستويات هذه الكفايات وتحدد أيضا كيف تتم هذه الامتحانات، خاصة امتحانات البكالوريا التي تحظى بأهمية كبرى بالنسبة للمغرب. سؤال يعني المصداقية هذه الامتحانات، وهل هي بالفعل تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ، يبقى مطروحا، خاصة إذا اعتبرنا بأن المغرب يشارك في عدة تقييمات، تقييمات وطنية وتقييمات دولية. تقييمات الوطنية خاصة البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات والذي تسار عليه الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى بشراكة مع وزارة التربية الوطنية. هذا البرنامج يحدد مستوى التلاميذ بالنسبة لكل، خاصة في بعض المستويات الدراسية، مستوى التلاميذ قياسا للمنهاج الدراسي المغربي.
وطبعا هذا البرنامج وصل إلى خلاصة أساسية، هو أن التلاميذ الذين يتحكمون في الكفايات التي يحددها المنهاج الدراسي هم قلة قليلة، في حين أن المفروض أن النسبة الكبيرة من التلاميذ يتحكمون في هذه الكفايات في نهاية السنة الدراسية. إذا رجعنا إلى التقييمات الدولية خاصة تيمس وبيرس بالإضافة إلى بيزا، نفس الشيء، نجد بأن نسبة كبيرة تصل تقريبا إلى 80% لا تتحكم في الكفايات الدنيا. إذن هذا المعطى معروف والجميع متفق عليه، ولكن عندما نصل إلى الامتحانات الإشهادية، المفارقة التي نجد هو أن نسبة التلاميذ الذين ينجحون في الامتحانات الإشهادية هي نسبة كبيرة خاصة في البكالوريا. البكالوريا النسبة تجاوزت منذ سنتين 80%، ثم تراجعت إلى 76%. هذه النسبة طبعا لا تعكس المستوى الحقيقي، لأن إذا قلنا بأن نسبة كبيرة لا تتحكم في الكفايات الدنيا، كيف يمكن لهؤلاء التلاميذ هم أنفسهم يجتازون الامتحانات الإشهادية ثم يصبحون ليس فقط يتحكمون في الكفايات الدنيا ولكن يصلون إلى مستويات عالية؟ الدليل هو أن عدد التلاميذ أو نسبة التلاميذ الذين يحصلون على البكالوريا بميزة عددهم نسبتهم كبيرة، وهناك نسبة مقدرة من التلاميذ يصلون إلى معدلات كبيرة جدا. التفسير هو تفسير واحد، هو أن متطلبات امتحان البكالوريا أقل من المتطلبات الحقيقية للنجاح في البكالوريا. هناك تجربة سابقة معروفة هي تجربة كوفيد 19. في كوفيد 19 التلاميذ المغاربة لم يكملوا المقرر الدراسي. المقرر الدراسي كان تقريبا ثلثين من المقرر الذي تم تدريسه بان كوفيد 19، ثم جاء القرار بأن يكون الامتحان فقط في هذه النسبة من المقرر التي درسها التلاميذ، وكانت نسبة النجاح في النهاية أكثر من 80%. هذا يعني أولا بأن شهادة البكالوريا في هذه السنة قيمتها كانت أقل على الأقل ثلث من القيمة الحقيقية لشهادة البكالوريا في السنوات الماضية. ثم ثانيا هؤلاء التلاميذ الذين درسوا في ظروف غير مناسبة خاصة في ظل اعتماد التعليم عن بعد، أكيد أنهم لم يحصلوا ولم يصلوا إلى المستوى الدراسي الذي كان مأمولا أن يصلوا إليه في تلك الفترة، ورغم ذلك كانت نسبة النجاح عالية. هذه أدلة تقول بالملموس بأن شهادة البكالوريا أو مستوى التلاميذ الذين ينجحون في البكالوريا مستواهم أقل من المستوى الحقيقي الذي تفرزه شهادة البكالوريا. سي الصمامي في إطار تفاعل مع ملاحظة أبو نصر، يعني إشارة بأنه المستوى ديال الامتحان اللي كيتحط مستوى أقل، ونوع من عدد مستوى التلاميذ اللي تنجحوا عدد كبير، يعني شو رأي ديالك؟ هو دعني في البداية أفرق بين نظام التقييم ونظام الامتحانات، على اعتبار أن نظام التقييم ينبغي أن يكون شاملاً للفاعل التربوي، للمؤسسة التعليمية، للتلميذ، يعني مختلف الأطراف المتدخلة، لأن في نهاية المطاف حينما تكون هناك نتائج سارة تسر الجميع، وحين تكون هناك نتائج غير منتظرة يتأدى منها الجميع بالتأكيد. ولكن في كل الأحوال ثقل الكبير ينصب على المتعلم، هو اللي مطلوب منه أنه يحضر الامتحانات جيدا، إلا كان النتائج ضعيفة إذا التلميذ ما وجدش مزيان، الأسرة تضغط على التلميذ، المدرسة تضغط على التلميذ، مختلف الأطراف يعني تركز النظر على المنجز الذي ينجزه المتعلمون، الشيء الذي يخلق أحد نوع من الضغط النفسي الكبير جدا، ويجعل عملية التقييم هي أقرب إلى واحد نوع من العذاب النفسي والذهني والعاطفي وإلى آخره.
يتحمل العيب العيب الكبير يتحمله، في حين أننا إذا نظرنا إلى الموضوع بمنطقة التقييم ماشي منطقة الامتحان، منطقة التقييم المفروض أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الكفايات التي تلقاها المتعلم، سواء تعلق الأمر بما هو معرفي صرف أو ما هو مهاري أو حتى التهيئة النفسي والوجداني. يعني هذه الكفايات الثلاث ينبغي أن تكون معبأة منذ بداية السنة الدراسية وليس في لحظة معينة، ثم ينبغي أن يتم تناولها في جوانبها الثلاث وليس فقط في الجانب المعرفي، وهذا اللي كيفسر الارتفاع ديال نسبة الغش على سبيل المثال، لأنه تقييم أو نظام الامتحانات تتركز بشكل كبير جدا على ما هو معرفي صرف ماشي على ما هو مهارات ديال التحليل ديال التركيب ديال النقد ديال إبداء الرأي إلى غير ذلك من الكفايات اللي من المفروض أن المتعلم يعبأ فيها المعرفة ويمزجها بالكفايات المنهجية اللي عنده، ثم يعبر عن ذاته في الورقة ديال الامتحان. احنا ما كامل الأسف نركز على ما هو معرفي، الأستاذ حتى هو نفسه يركز على ما هو معرفي، بل تنوجد كثير من التلاميذ تيتشكى وتيقول لك اودي حنا انا عبرت على الرأي ديالي مخالف موافق، عبأت ربما موارد اخرى معطيات اخرى خارج المنهج التعليمي، وبالتالي انا كنشوف على انني عبرت عن ذاتي خاصه في المواد يعني الادبيات، نتكلموا على التاريخ والجغرافيا ولا تنتكلموا على الدراسات الاسلاميه ولا تنتكلموا على اللغات ولا تنتكلموا على الفلسفه وغيرها. اذا واحد الهامش ديال تعبئه الموارد والتعبير عن الذات وابراز الكفايات الذاتيه ينبغي ان يكون حاضرا بشكل مهم جدا، شيء اللي مع كامل الاسف لا يؤخذ بعين الاعتبار في عمليه التقييم. ثم من ناحيه ثانيه تندخلوا لواحد الفضاء في واحد نوع من الرقابه الصارمه وربما كيدخل فيها القانوني والامني ويعني بالبيداغوجي والمعرفي، وبالتالي ننتقل الى حاله من الهوس العام الذي يحكم المتعلمين. وفي كثير من الاحيان كيوقع واحد البلوكاج اللي بغيت تقول بالنسبه للتلميذ المجد اللي هو ربما استغرق واحد الوقت طويل جدا في التحضير لماده دراسيه معينه في الوقت اللي تيشوف ذاك الاجواء، ربما يعني الاجواء التي يمر فيها التقييم هي نفسها تحتاج الى ان تطرح اكثر من علامه استفهام. وغادي نتكلموا يمكن على الدور ديال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وكيفاش يمكننا يعني نجزو تقييم في ظروف ما تكونش مشدده من ناحية الامنيه، وفي نفس الوقت يتم فيها تقييم موضوعي. وهذا هو النموذج الذي نسعى اليه، ماشي بالضروري الصرامه القانونيه هي التي تؤدي الى نتائج موضوعيه. نبغي نشير في الختام تعليقا على ما قال الاستاذ النجي، الارتفاع ديال نسبه النجاح في احنا كنا في القطاع ديال التعليم العالي كنقيسوها بالنجاح في المباريات ماشي بالنجاح في الـ في الـ في الـ في الـ البكالوريا، بحيث انه عدد من المتعلمين اللي هما عندهم 12 وعندهم 13 في البكالوريا و14 في الوقت اللي كيتقدموا لي غروند زيكول يعني المباريات ديال المدارس العليا ربما كينجحوا واحد الجزء كبير منهم. كانوا عندنا دي ستاتستيك، عندنا احصاءات على النسب ديال النجاح بالمقارنه مع واحد العدد ديال التلاميذ اللي هما عندهم 18 و19 في المعدل ما كانوش كينجحوا في المباريات. اذا هذا كيعكس هذاك التوارة تقييم، التوارة تقييم وتقييم حقيقي، لان الظروف التي تمر فيها المباريات ماشي هي الظروف اللي كتمر فيها البكالوريا. السؤال هنا الى اي حد يعكس المعدل محصل عليه في البكالوريا المستوى الحقيقي للمتعلمين من اجل اجتياز المباريات. نعم. ربما هذا علاش بعد مثلا المباراه ديال الطب كانوا كيديروا واحد السقف ديال ان باش يجتاز خاصك عندك واحد المعدل مثلا فوق 16، دابا ملي رجعوه يمكن 12 ف
تلقوا بانه كاين طلبه او تلاميذ اللي كينجحوا رغم ان معدلاتهم في البكالوريا اقل من تلاميذ اخرين في مصر. تماما. هذا يعود الى اسباب متعدده، منها ما ذكره الاستاذ الصمدي، منها اسباب مرتبطه بالمنهاج نفسه، المنهاج الدراسي. المنهاج الدراسي اتحدث عن المنهاج الدراسي في بعده العمودي، يعني العلاقه ما بين المنهاج الدراسي في التعليم الثانوي والمنهاج الدراسي او التكوينات في التعليم العالي. بناء هذه المناهج لا يتم بشكل منسق بين مختلف اسلاك المنظومه، وبالتالي تجد في الكثير من الاحيان اختلافات ما بين المنهاج المدرس في التعليم العالي خاصه السنه الاولى والمنهاج الذي كان يدرس في البكالوريا، وكاننا امام قطيعه ما بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، وبالتالي فالتلميذ الذي ينجح في البكالوريا لا يعني انه مؤهل لولوج التعليم العالي، يعني فقط انه مؤهل لكي نقول بانه استوفى مجموعه من الشروط في دراسته في التعليم الثانوي، ولكن هل استوفى شروط الولوج الى التعليم العالي؟ يبقى السؤال مطروحا في ظل هذا الاختلاف الموجود ما بين التعليم الثانوي والتعليم العالي. مسألة أخرى هو أن نسبة كبيرة من الطلبة عندما تلج إلى التعليم العالي تغادرهم منذ السنة الأولى، نسبة 19%، وهذا نسبة كبيرة جدا، يعني لا يقدر هذا التلميذ اللي يعني ناجح في البكالوريا، عنده مفروض أنه مؤهل لكي يلج إلى التعليم العالي، ولكن عندما يدخل إلى التعليم العالي لا يستطيع المواكبة وبالتالي يغادر، نسبة كبيرة تغادر. هذا يعني بأن مستوى التلاميذ، مستوى التحصيل الدراسي بعد البكالوريا أو مستوى شهادة البكالوريا لا يعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ في التعليم المدرسي. وهناك مسألة أخرى تفسر هذا الاختلاف ما بين البكالوريا والمستوى الإشهاد إن شئت ومستوى الحقيقي للتلاميذ، وهو انتقال ما بين مستوى دراسي وآخر منذ التعليم الابتدائي. منذ التعليم الابتدائي ينتقل التلاميذ من مستوى إلى آخر دون أن يستوفوا كلهم الشروط المناسبة، لأن هناك تكرار مثلا في التعليم الابتدائي يصل إلى تقريبا 6.5% إلى 7%، هناك تكرار في التعليم الإعدادي يصل إلى مستويات كبيرة جدا، أكثر من 20% يكررون في التعليم الإعدادي. لماذا يكررون في التعليم الإعدادي ولماذا هذه النسبة الكبيرة؟ لأنهم وصلوا إلى التعليم الإعدادي دون أن يتوفروا خريطة مدرسية، دون أن يتوفروا على المؤهلات، وبالتالي فهناك انتقال دون استحقاق، انتقال في جميع مستويات التعليم، انتقال دون استحقاق، وهذا التراكم يصل إلى البكالوريا. ولأننا نتبنى سياسة كمية، سياسة تقول أنه لا يصح لوزير أن يقبل بأن تكون نسبة النجاح في البكالوريا في السنة في أي سنة أقل من نسبة النجاح في السنة الفارطة، فهذا يدفع إلى النفخ بين قوسين في نتائج البكالوريا بطرق غير مباشرة. هذه الطرق المباشرة مبنية على طبعا تكييف الامتحانات مع المستوى الدراسي للتلاميذ، وليس تكييف المستوى التلاميذ مع الامتحانات. وبالتالي فمثلا هذه السنة، السنة نحن في وضعية يعني شادة، ثلاث أشهر تقريبا من الإضرابات، التلاميذ لم يتلقوا دروسهم كاملة وسيجتازون البكالوريا، ولحد الساعة لم تقل الوزارة بأنهم سيجتازون البكالوريا في جزء من المقرر، بل الفرضية هو أنهم سيجتازون في كل المقرر، والحال أن هؤلاء التلاميذ لا يتحكمون في المقرر بحجة عادية بديهية، وأنهم لم يدرسوا ثلاثة أشهر، ولن تكفي هذه المرحلة التي سميت بالاستدراك، لم تكن كافية لأنهم أضافوا فقط أسبوع ثم نقصوا هذا الأسبوع في عطلة عيد الفطر، فأصبحنا أمام وضعية شادة. وأنا أقول بأنه من المتوقع جدا أن يكون مستوى امتحان البكالوريا هذه السنة أقل
من مستوى وليس النتائج، مستوى البكالوريا سيكون أقل من مستويات السنة الماضية والسنة التي قبلها، وبالتالي سنحافظ على الأقل عن نسبة النجاح التي كانت في السنة الماضية دون أن يكون هناك استيفاء للشروط الضرورية للامتحان البكالوريا. الخصوصية ديال هذه السنة اللي تكلم عليها الأستاذ النجي أيضا لابد أن أخذها بعين الاعتبار، على أساس أن عملية التقييم ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي مرت منها ظروف السنة الدراسية التي نعلمها جميعا، والتي مع كامل الأسف لم تفلح الوزارة الوصية في خلق شروط كافية للاستدراك. يعني تكلمنا على الاستدراك وتكلمنا على المنهاج المكيف، مش امتحانات مكيف، المنهاج المكيف الذي لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار في طبيعة الأسئلة التي ستطرح، خاصة في الامتحانات الإشهادية الثلاث، يعني السادس والتاسع والبكالوريا. هذه أشياء نتوقعها بالضرورة، لأنه يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا تؤخذ بعين الاعتبار. ثم لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن عملية التقييم تتم الآن خلال هذه الفترة ديال ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع، دون أن نخلق أو نعطي فرصة هكذا كنا كنتوقعوا أنه يكون واحد النوع من تأجيل ديال الامتحانات على الأقل إلى شهر سبعة، يعني ما بعد عيد الأضحى، باش يمكن تكون على الأقل واحد مجموعة من الفرص لاستدراك ما يمكن استدراكه على الأقل تنقول في الامتحانات الإشهادية. ونتنقول على أن تراكم ليس هذه السنة فقط، الفاقد التعليمي الآن منظمة المتحدة تتكلم عليه من كوفيد، وإحنا ما جينا ما نساوش أن هاد الوليدات هادو اللي كاين دابا في البكالوريا راه كانوا في التاسع في كوفيد. بالتالي هاد المعطيات لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم تعلمات المتعلمين. ما تنقولش على أن الامتحانات خصو ينزل المستوى ديالها عاود واحد الدرجة، يعني يمكنها أن تطعن في الشهادة الوطنية. غادي نتكلموا ان شاء الله من بعد، غادي نتكلم على شي حاجه كنا بدينا تنشتغلوا عليها تتعلق بالاطار الوطني للاشهاد، وهو واحد الورش كبير جدا وعنده واحد الاهميه كبيره على مستوى عمليه التقييم، ان شاء الله يمكن اللي يجيو له مستقبلا.